بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. متابعي القناة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد. تستعد الجزائر لاحتضان كأس العرب لأقل من 17 سنة، وهذا ابتداء من 23 من شهر أوت إلى غاية 7 من شهر سبتمبر. واختارت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم مدينة وهران لاحتضان هذا الموعد العربي، ولهذا تم اعتماد 4 ملاعب سوف تحتضن هذه التظاهرة العربية المهمة، حيث تم اختيار كل من ولاية وهران وكذلك ولاية مستغانم إضافة إلى ولاية معسكر، حيث تم اختيار ملعب السيك الجديد ليكون قبلة للمنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة، حيث سيكون الملعب الرئيسي للمنتخب الوطني في دور المجموعات. هذا الملعب الذي يتسع لحوالي 18,000 متفرج، وهو ملعب مغطى بالكامل بأرضية ذات عشب طبيعي ويقع في مدينة السيك. الملعب كان احتضن منذ مدة مباريات المنتخب الوطني الجزائري في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، والمدينة أصبحت جاهزة لاحتضان هكذا تظاهرة، وكذلك الجمهور الرياضي الذي أصبح متشوق لمشاهدة منتخبنا الوطني لأقل من 17 سنة. ومن مدينة السيك نطير إلى مدينة مستغانم، حيث سيستضيف المركب الرياضي الرائد فراج مباريات كأس العرب، حيث سيتم اختيار إما المجموعة الثانية أو الثالثة لتكون من بين المجموعات التي ستلعب في هذا الملعب. هذا الملعب الذي يتسع لحوالي 23,000 متفرج، وهو ملعب بأرضية ذات عشب طبيعي، إضافة إلى أن مدرجاته كلها مغطاة بالكراسي. الملعب كان استضاف منذ مدة تدريبات المنتخبات الكروية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وقبلها كان استضاف تربص المنتخب الوطني الجزائري للاعبين المحليين. الملعب الثالث والذي سيستضيف هذه التظاهرة هو ملعب الشهيد أحمد زبانة بوهران. هذا الملعب الذي سيحتضن مجموعتين، وهذا لأن الملعب يقع في مدينة وهران. الملعب يتسع لحوالي 35,000 متفرج، الملعب ذات أرضية ذات عشب اصطناعي. أما عن المدرجات فهي بدون كراسي. الملعب كان استضاف كذلك بعض مباريات المنتخب الوطني الجزائري. الملعب كان استضاف بعض مباريات ألعاب البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى المباراة الكبيرة التي جمعت المنتخب الجزائري بنظيره الفرنسي في الجولة الثالثة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. الملعب سيستضيف مجموعتين لأن أرضيته ذات عشب اصطناعي ولن تتأثر بالكامل. الملعب الرابع والذي سيكون الملعب الرئيسي، وهو الملعب الأولمبي الكبير بمدينة وهران. هذا الملعب المغطى بالكامل والذي يتسع لحوالي 42,000 متفرج بأرضية عالمية سيكون قبلة لكأس العرب، ولكن في دوري النصف النهائي وكذلك النهائي، خاصة وأن الملعب استضاف منذ مدة نهائي ألعاب البحر الأبيض المتوسط لكرة القدم والذي جمع المنتخب الفرنسي ونظيره الإيطالي وانتهى بفوز المنتخب الفرنسي.